السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. دبر عليكم إن شاء الله بحلقة الله من حلقات المهمات. وسلام لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الفتح أعلم للتاريخ، فتح مكة المكرمة. النبي صلى الله عليه وسلم ربي يسرق له مدى فتح مكة لما كفر فتحت، والنبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو والأسباب والاستعداد نياك فعلا ولدي بأسانة تامناته. السبب والاستعداد كفعلا اللي بقول لهم بده. السبب والاستعداد والإخفاء: في رمضان سنة 8 من الهجرة فتح الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، وهو الفتح الأعظم، وعز الله به دينه ورسله ورسوله، وأنقذ به بيته وبلده، واستبشر به أهل السماء، ودخل به الناس في دين الله أفواجا. وسببه أن بني بكر دخلوا مع قريش في عهد الحديبية، وكانت بينهم وبين خزاعة دماء وثارات في جاهلية اختفت نارها بظهور الإسلام. فلما وقعت هدنة الحديبية اغتنمها بن بكر وأقاروا في شهر شعبان سنة 8 هجرية على خزاعة ليلا، وهم على ماء يقال له الوتير، فقتلوا منهم ما يربو على بشرين، وطاردوهم إلى مكة حتى قاتلوهم فيها، وعانتهم قريش سرا برجال وسلاح. وكانت خزاعة قد دخلت مع المسلمين في عهد الحديبية، وكان قد أسلم عدد منهم، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال: والله لأمنعنكم مما أمنع نفسي فيه. السبب حقه النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل معه قبيلة خزاعة في أحد، وبنو بكر ديل دخلوا مع قريش في أحد. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهم قبيلات خزاعة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم دي بأحد آتيا معلوم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ودي بحلف، وبني بكر مثل قريش آتيا معلوم. الاتفاق يدلت من بهم ورود كان مثل الله هذا كان قلد ودي، و مثل حليفه مثل الأحداث اللي ودي يعني. وقال لهم خزاعة مثل النبي صلى الله عليه وسلم مناصرين على ومناصرين على، وصروا منهم أسلمات في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم آتيا معلوم. وبدير فنجيهم وفنجيهم خزاعة أدماي على وثارات على سأر على فنجيهم وثار على فنجيهم، وإلا اتفاقات وإلي أحد وإلي نحدي بيه لأستقلوا لهم بني بكر كحتى معلهم ملام اندنتهم دي بقى كان ماي الوتير لتبال ماي اندو واردو ماي اندو مالو مطعوهم، وزي 20 نفر من القبي قتلوا منهم وطاردوا ومسك مكرتوا دي مكاقا يعني قاتلوهم، ولا خبر اللي دي بان النبي صلى الله عليه وسلم ما تبطحا. وقريش ما هي يعني ابسر وقتها تحالي تحديد ابسرح صدوهم وابسب صدوهم سبوا اللي قولهم لقاتل باكم وسلاح كمان حبوهم، ولا خبر النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة بطحا. والله لا واحد ترى ما نعملنا إلا قلوا منعمكم حقوا مثلها اللي أنا ودي بحرفها اللي أنا بيلا. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الأبو، النبي سبحانه وتعالى النبي نصرة وبيته نصرة ومسلمين نصرة، وعزة المسلمين قبل، واستبشر السبع سماوات استبشر وقل فتح لي وقدام كل في دين الله أفواج أنت قبع. وأحست قريش بسوء فعلتها وخافت نتائجها، فأسرعت بإرسال أبي سفيان إلى المدينة ليشد العقد ويزيد في المدة. فلما جاء المدينة نزل على ابنته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، وأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوته عنه فقال: يا بني، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: وفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. قال: والله لقد أسابك بعد شر. قريش أمرت لو دات لو ديتوكم سقلت وفرهو بيلو نفر من أكذب النبي صلى الله عليه وسلم دي المدينة، ولي قلت لو دير المنورة
لمدتنا هنا ايام ايقاف الحرب ولمدتنا هنا قلت نوسك زيادة نوسعها. وكمان نحن تزرق له اللي بيلو ابو سفيان اللي اكو ابو سفيان يعني دي بيت من المؤمنين من حبيب زرق النبي صلى الله عليه وسلم على دي بتكرر ورد تعلد والنبي صلى الله عليه وسلم يعلى ودي بفراشنا يا رسول صلى الله عليه وسلم بيستقم تربيرات طيب التمنون طيب التارزتو وتهي بيلايا قلتو إلى حريك مية ولا يعني ولا بري أبيك اللي بيلايا بيلتو اللي فراشنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت إنسان مشرك ونجس أنت وتهي بيلايا والله قد رأي قال ما تهكي قال راكب كالو اللي بيلايا. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد شيئا فذهب إلى أبي بكر ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بفاعل. فأتى عمر فأبى وشدد الكلام فأتى عليا فاعتذر وأشار عليه أن يجير بين الناس ويرجع ففعل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجهز للغزو وأمر أصحابه بذلك واستنفر أعراب الذين حول المدينة وكتم الخبر ودعا الله اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. أبو سفيان دي النبي صلى الله عليه وسلم مطاب النبي دي النبي كم سلم مطاب استأذيو والنبي صلى الله عليه وسلم يرد ديو دي أبو بكر جيسا وعن با لا لصنعته ده لما تعالى لا قل حقق ولا قارو ولا واجبه بل ما تعالى قل يوسك النبي صلى الله عليه وسلم يرد ديو دي أبو بكر جيسا أبو بكر يشفع كم سلم يوم عمر كلهم يرد ديو دي بعد جيسا على اعتذار قلوا بيريا فانت بس يعني بلغوا الرزق وديكا عقبال الكبيرة وقتوا عقبالا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش جهز بالقدوة والأصحاب كل أصحاب ضعنا لهم السألة واستنفار لأعراب لحوالينا الذي مدينة لكل مرام استنفار ولم السألة ولا خبر كتمية السيلي بيلا ونفري لك ودعاء بيلا والدعاء يعني اللهم خذ عيونهم يا رب انت تومنسا والأخبار دي قريش إلى بتاع أسد ما حين باتهم تدارو من باب التوم بلا صلى الله عليه وسلم. وزيادة في الكتمان وزيادة في الكتمان أرسل أبا قتادة رضي الله عنه في أوائل رمضان إلى بطن إدم وعلى بعد 36 ميلا من المدينة ليظن الأذان أنه يريد هذه الناحية. وزيادة لما استيقظ توم والإقباء ولا سرت عطان والإقباء النبي صلى الله عليه وسلم دي بلو قتادة وقتادة قلوب مثل جماعات يبقى أوائل رمضان سك منطقة يعني حوالي من 630 ميلة تريه من المدينة المنورة أسكر لكيو لقدام بلا قيسة للنبي صلى الله عليه وسلم قلي بلو ولا تمقصدو بلا هلا قلي بلو وبتجه عليكين قيسة ودي بلا وقت الله ورو يعني من خوانات لخواركم سبعة يعني ربي وفقيوني وحاطب بني ابن أبي بلطع بهل كتاب كتب رسالة كتب ذي قريش يقول أسئل لهم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل له وقد السيت هبيو دل عبد الله قال له قال إنها بيا السيت إلا بحب لكين يقول تعطوا وجب النبي صلى الله عليه وسلم إنه وقت إلا خبر من السماوات مطاع وحي مطاع والنبي صلى الله عليه وسلم بخبر الأمر اللي حاتب بنبي بلد عليكم سر كتبه وسيت هبيو وبقيت بقيت علي رضي الله عنه والمقداد والزبير لمرصد القنوي الأكيو واللي بقول لهم لا انطلقوا إلى روضة خاف كان كم تركين تقول ديبا انت قد بقيسو وديبا دعينا هليت حتى كتاب هلا مسلا الكتاب اللي نسوه من نبيل وقويس هوا وقتو ديبا والكتاب هبي نبيل هوا يهلكم سل بيلد يبكينا من قبل قصد بقنا نسوه من جلد دكي تبيل هوا بدردنا كده نزوم وطوال وغلطوا منا باخر عشرة عرض وهبطتهم تو انا سعودي برسول الله صلى الله عليه وسلم تحو والنبي بيقول لي اللي ميت يا حاط اللي هو ديك اللي كاتب لك وحاط بين بيقول لي والله انا اسلام ده بيكو يوديكوني اسلام ده وشرك ده بيكو لكن كان عجل لو عشيرة جلو جماعة جلو ولدت مخول للدقبو يعني لسلت يوم ولا ما نعمل نوم ولا كار لهم نوم ألو إذا لا بدك يوم وديكو بيديو و من ذي بنا احنا بردت وابنا اسلام وابو كفر ان رضي الله يودي يكون بيلا لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقاتل البتزميه رسول الله بس انا قتلوها يعني مجالها بندبه قتل بيلا عمر بن الخطاب
ولانه ربي خيانه والرسول خيانه واللي يقول لنا عفاق بيلي والنبي صلى الله عليه وسلم هي بيلي اللي يوم بدر على وسلنا ويوم بدر يعني مهما تعمل يا رب الطلوع دي قومتو كم سبب نصورة معنا كم وفقاء معنا بيلا وأفعلوا ما شئتم فغفرت لكم. النبي صلى الله عليه وسلم المشهور لقول المشهور بيلا إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. وكتب حاتم بن بلطع كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأعطاه امرأة على جعل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء فأرسل عليا والمعداد والزبير مرثد القنوي وقال انطلقوا إلى روضة الخاخ فإن بها ذعينة معها كتاب فخذوه منها. فأتوها وطلبوا منها الكتاب فقالت ما معي كتاب؟ فقالوا لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فأخرجته من عقاصها فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب؟ فاعتذر بأن له في مكة أهلا وعشيرة وولدا وليست له فيهم قرابة يحمونهم لأجلها فأراد أن يتخذ عندهم يدا يحمون به أهله ولم يفعله ارتدادا عن الإسلام ولا غدا بالكفر. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. في الطريق إلى مكة ولعشر من رمضان سنة 8 هجرية قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجها إلى مكة ومعه 10,000 من المسلمين واستعمل على المدينة أبا رحم الغفاري. ولما بلغ الجحفة لقيه عمه العباس من أهله مسلما مهاجرا وبالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله بن أمية فأعرض عنهما لأنه كان يلقى منهما شدة الأذى والهجو. فقالت له أم سلمة لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان آته من قبل وجهه وقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ففعل. فقال صلى الله عليه وسلم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشد أبو سفيان أبياتا مدحه فيها واعتذر عما فعل به سابقا. ولما بلغ كديدا ورأى أن الصوم شق على الناس أفطر وأمر الناس بالإفطار ثم واصل سيره حتى نزل بمرض ظهران عشاء. فأمر الجيش فأوقدوا 10,000 نار كل على حدته وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وخرج أبو سفيان خائفا يترقب ولا يعلم شيئا ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. فلما رأى النيران قال ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال بديل هذه خزاعة. قال أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. طيب في الطريق إلى المدينة ثم مدينة النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا سكما كان النبي من مدينة بقبي يوم 10 من رمضان سنة 8 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم مدينة منافقرة سكما كان النبي 10,000 من المسلمين على مسلو ودي مدينة أبارهم الطفاري إلى حجة والجحفة كم سبقها عمه العباس تكبتيو من أسلم مهاجر من أنتو والأبواء كدير ومغل النبي صلى الله عليه وسلم وتدي بقان لابو أجلكم سبتها ود أبوه أبو سفيان من الحارث كبتيو وود عمته عبد الله بن أمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض يعني يتميد كبتيو لأنه الآزوع له بقية من قبي والهجوع له وكود ودو له لكن هم المؤمنين هم سلامات تقول له اللي ود أبوك ود عمتك أشقى الدام بكي لقبو بيدته. وعلي بن أبي طالب هيك لأبو سفيان يقول له لا من قدام مطوق عندما تحكم سلمى نبي الله يوسف قلحه يعني حوق النبي الله يوسف اللي بيرو قال بل مبيروكم سلبي لا يعني قالوا تالله لقد آثرك الله علينا
وإن كنا خاطئين. والله يا رب أختي عليك وأستفيك منا وإحنا مخطئين عنا وأقول لكم سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم الدديب قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. واللباء بسفيان وسفيان أبيات أنشدها للنبي صلى الله عليه وسلم واعتذار من أبدي له ودي العرى إن دقيسو ما منطقتنا كديد لبركم سوف تحور شو مشاق قديوم نسو مر لك قديوم كأفطروا ودام كل أفطار أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطروا وباهم دلهم رعروا لكان مر بمر الظهران كم سوف تحور على علي على إشاء الجيش بطروا حدروا وسات ولعوا بيديهم عسل ألف توم كلهم عسل ألف السات ولعوا ورد كان اتجاهه ودي بحث التديش لا معنى لا مسؤول هاي حرس كله ما بده نقطع على وابو سفيان لالي ده ترقب باقر على وحتى الامر يعان ومسلح حكيم بن حزام على وبديل بن ورقة على ولساتكم سر او لسات يوم لساتكم سرير هنا وديشكم سرير هنا عسكركم سرير هنا وعساكركم العرب وبديل هي بين اليوم كله خزاعة ابو سفيان هي بين اليوم خزاعة أقل وأدل لك من لهم تمكين من الحامي وبيلو المرة لتمتقل أبو سفيان بيني رسول الله كفعلة تعالى قتلت متين كان حمص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.